ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم الاثنين 25 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 19 فبراير لواحد مارس. ايام كتيرة بتبقى سعيدة ليك جاية في طريقك، والوقت هيبقى مناسب وهتتعرض من خلالها في العمل لسيل كتير من التحديات والخطط الجديدة. لو ابديت شوية اهتمامات بيها وبشوية تحديات بتبقى في طريقك وفي خططك، هتكون اصدقاء جدد بيلجأوا ليك الناس النهاردة، خاصة في حياتك الخاصة، علشان تظهر من خلالها العلاقات الجديدة واللي بتبقى ممتعة، خاصة لو أبديت رد فعل هيبقى إيجابي أكتر. من الضروري إنك تبقى ابتدع حالة النشوة النهاردة على سجيتها وهتحتفل بيومك أكتر، حتى لو كان في رأيك إنك ترقص وتعود عليك الحركة دي بالفايدة وتخلصك من الطاقة اللي بتعتبر مكبوتة. توقعات العشرية التانية مواليد 2 مارس ل10 مارس. هيبقى في نجاح جدا للفريق بتاعك، وهتحصل في اليوم ده على كتير من الاهتمامات في الشغل، ودايما روح الفريق هتبقى ملحوظة بالنسبة ليك. هتشتغل في فريق كل ما أمكن ده، لأن ده بيجعلك تشعر براحتك أكتر. هتقوم بعمل حاجة تعتبر غير عادية في يومك ده مع كل أصدقائك، حتى لو حبيت إنك تقيم حفلة أنت في حال هتعتبر مزاجية كويسة. ممكن تتحمل أي حاجة، لكن ما ترهقش نفسك، وإلا ممكن تبقى بتعرض صحتك للخطر. توقعات العشرية التالتة مواليد 11 مارس ل20 مارس. مبادرات كتيرة جدا بتظهر في طريقك، روح الفريق اللي انت بتتمتع بيها هتبقى واضحة جدا في اليوم ده، لكنك بتضع حاجاتك واحتياجاتك بشكل أولي أكتر، وده اللي بيلاحظه زملائك لو استمريت بالشكل ده. هيعتبروك النهاردة القوة الدافعة ليهم، وهتعتني بأسرتك أكتر في اليوم ده. الوقت هيبقى مناسب علشان تحل نزاعات كتيرة بتظهر في طريقك وبتسهل عليك انك تبتدي في ده. هيكون الاتصال النهاردة بأسرتك مفيد جدا لصحتك، وكل الوصفات المنزلية وكل الأمان الأسري من الأمور اللي بتبقى مفيدة لما تمرض.